اخوتي اخواتاتي، السلام عليكم. كي دايرين؟ الناس تكونوا بخير وعلى خير. هم الاخوان فصل الخريف تبارك الله، وهذا الله يدخل علينا وعليكم الصحة والسلامة، والله يدوم علينا هذا أمطار الخير، الله يدوم علينا هذا ما نقوله. نخليكم الاخوان، لكن ما تشوفوا الاختي يزلع البال، اللهم يسر الجميع. المهم الاخوان، ده روتين من روتين الفلاح في الاجواء الممطره. يعني بالنسبه للغنم ضروري تعرف واحد شويه الصباح. بالنسبه دابا للحصايد ولا الارض، يعني مغيسه ما فيها ما كاين ما تاكل، ضروري من العلف ومن البر. اللهم يسر وتبارك الله عليكم. غير نص بركة عليهم، ما عندهم ما يرعاو، يطلعوا الغابة يدوروا يلقطوا شوية ديال شطب. احنا بالنسبة للإخوان، يعني الغابة بعيدة علينا واحد شوية، ولكن يعني تتوصل الغنم تتمشي طلعة شوية. بالنسبة للبلوطة، هاد العام هذا ناقص الغنم اللي غادي هي هادي. يعني في هذه الحاله الاخوان، من الاحسن يكونوا الفروات كتار باش تا الغنم فاش تكون تتاكل تتاكل على خطره. بالنسبه تقريبا هنايا تنديروا تقريبا كل 50 نعجه تعطيوها بالا ديال الفراش، يعني 50 نعجه راه كافيها بالا في النار. لكن ما قلنا ضروري خص يكون البال مزلع مزيان باش الغنم تتاكل في خاطره. وتبارك الله عليكم الاخوان، وتحياتي لكم، اللهم يسر. المهم الاخوان، وصلنا لنهاية الفيديو، ونتمنى ينال الاعجاب ديالكم، ونتمنى المحتوى يكون بمستوى. وتبارك الله عليكم وتحياتي للجميع. ما تنساوش الاخوان الناس تتفرج فينا في هذه اللحظات، تبارك لينا على جيم، تخلي لنا البصمه ديالها، اللهم يسر. سولي على التمحيط الاصيل.